وللمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة ينضم إلينا من بكين السيد نادر رونغ الكاتب والباحث في الشأن الصيني. أهلا ومرحبا بك معنا بداية. أهلا أهلا بكم. يعني كما تعلم وزيرة التجارة الأمريكية ليست الأولى التي تزور بكين خلال الأشهر الماضية، برأيك ما هي فرص نجاح هذه الزيارة في تخفيف التوتر وتجاوز الخلافات بين البلدين؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة التي تستمر لمدة 4 أيام هي مهمة جدا لحل الاهتمامات أو تخفيف حدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في مجال الاقتصاد والتجارة. فنعلم أن العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين هي من يعني في الجبهة الأمامية للعلاقات العامة بين الجانبين، وكذلك كانت الولايات المتحدة تستخدم العلاقة التجارية والاقتصادية كأداة لاحتواء الصين، فهي في الجبهة الأمامية. فإذا هناك أي تحسين في أو تحسين العلاقة التجارية والاقتصادية يمكن كذلك أن يساهم في الاستقرار العلاقات الصينية الأمريكية العامة. فلذلك هناك تطلعات من الجانبين للنجاح هذه الزيارة، وهناك كذلك هناك بوادر أو إشارة إيجابية لهذه الزيارة. قبل أن تأتي الوزيرة إلى الصين هناك لقاء بينها وبين السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، وكذلك تم إخراج بعض الدول الشركات الصينية في قائمة القيود الأمريكية، وكذلك أكد الجانبين أنه سيجري مناقشات معمقة حول القضايا التجارية وكذلك أكد الصين مرارا تكرارا أن طبيعة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة هي منفعة المتبادل والتعاون والفوز المشترك. نعم، بالفعل يتم تبادل مثل هذه التصريحات فيما يخص المنفعة المتبادلة، وكما تقول هنالك يعني بوادر للإيصال إلى حل هذه الخلافات، ولكن من بين الخلافات العميقة بكلا البلدين تأتي القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة كما تقول من أجل أمنها القومي، بينما ترى الصين أن هذه القيود تعرقل النمو الاقتصادي للبلاد. كيف يمكن لهذه الزيارة أن تجد تفاهما في هذا الأمر؟ نعم، كما أكد الوزير الأمريكي أنها دائما تقوم بالتوازن بين هذه الأشياء، ولكن الصين أكدت أن هذه القيود وهذه تسييس القضايا التجارية والحرب التجارية والتكنولوجية لا تدور بمصالح الصين فحسب، بل تدور مصالح الشركات الأمريكية. فبعد قرابة خمس سنوات من حرب تجارية لم نجد، وهناك معارضة كذلك من داخل الولايات المتحدة لهذه الإجراءات، والشركات الأمريكية كذلك تطالب برفع هذه القيود. فلذلك الصين في هذه المرة تريد أن تبحث عن إنشاء آليات للتعامل وحل هذه الاهتمامات وهذه الخلافات، وكذلك يمكن الحصول على تتطلع إلى الصين إلى الحصول على التقدم في رفع القيود، وكذلك عدم تسييس القضايا التجارية والاقتصادية، وكذلك الالتزام بمبادئ الاقتصاد والسوق وقواعد التجارة الحرة. نعم، وأيضا في هذا الاتجاه فيما يخص التعاملات التجارية، فيما يخص هذه القيود التجارية، الصين أيضا لديها تحركات أخرى في أسواق أخرى كأفريقيا على سبيل المثال. طبعا الصين لديها التعاملات
تجارية ليس مع الولايات المتحدة فقط بل مع جميع الدول في العالم. الآن الصين يعني أصبح يعني أكبر شريك تجاري لأكثر من 100 دولة في العالم، وكذلك هناك استثمارات صينية كبيرة في قارة إفريقية وكذلك الدول المطلة على حزام وطريق. وهذه يعني الصين هي قوة اقتصادية يعني كبيرة وتساهم في الانتعاش النمو الاقتصادي العالمي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا من بكين نادر رونج الكاتب والباحث في الشأن الصيني، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في النشرة الاقتصادية.